أهلا بكم في جولة على أبرز الصحف العالمية والتي تناولت الخلاف بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن دخول المساعدات لقطاع غزة وأبعادها في المرحلة المقبلة. والبداية من مقال بصحيفة البايس الإسبانية، وفيه أن إشادة بايدن بتصريحات زعيم الأغلبية الديمقراطي في مجلس الشيوخ تشاك شومر ضد نتنياهو هي أحدث علامة على التدهور السريع في علاقته مع نتنياهو. فبعد أكثر من 5 أشهر من الحرب على غزة تبدو علاقتهما على حافة الانهيار. ويشير المقال إلى أن بايدن والحزب الديمقراطي يتمتع بعلاقة وثيقة مع إسرائيل، لكنهما لا يخفيان رغبتهما في فض الشراكة مع نتنياهو، حيث لم يتحدث مع بايدن بشكل مباشر منذ شهر. ويرى المقال أنه على الرغم من العلاقات الفاترة بشكل متزايد، هناك حدود لما يبدو أن بايدن على استعداد للقيام به. فعلى عكس شومر، لم يتحدث بايدن عن إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل، كما استبعد تعليق المساعدات العسكرية لتل أبيب. وأيضا مشاهدين صحيفة الإيكونومست جاءت بعنوان مثير للجدل من 3 كلمات: خلع ملك إسرائيل. واستهلت تقريرها بالقول: أعرب القادة الأمريكيون علنا عن استيائهم من طريقة تعامل نتنياهو مع الحرب على غزة، لا سيما إزانة تشاك شومر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، وهو مؤيد قوي لإسرائيل. نتنياهو لعدم اكتراثه بالضحايا المدنيين في غزة وتضاؤل الدعم العالمي لإسرائيل. وأضافت أن الرئيس بايدن تبنى تصريحات شومر مما يشير إلى خلاف نادر بين المكتب البيضوي والقيادة الإسرائيلية، مضيفة أن نتنياهو رد على تصريحات شومر ووصفها بأنها غير لائقة، وحذر من الشلل المحتمل في حال الدعوة إلى انتخابات مبكرة. ورأت أن الصدع داخل المشهد السياسي الإسرائيلي يشكل أخطارا كبيرة، مع سيناريوهات محتملة تشمل المزيد من العدوان على غزة والتصعيد مع حزب الله والعلاقات المتوترة مع الولايات المتحدة وتصاعد المعارضة لنتنياهو. أيضا في صحيفة فاينانشال تايمز يرى الكاتب مهول سريستافافا أن بايدن أو بنيامين نتنياهو يواجه أزمة كبيرة في العلاقة مع الولايات المتحدة وخاصة مع إدارة بايدن، موضحا أنه وعلى الرغم من الاشتباكات السابقة بين القادة الإسرائيليين والبيت الأبيض، فإن المواجهة الحالية غير مسبوقة. وأضاف الكاتب أن نتنياهو المعروف بإلمامه بالسياسة الأمريكية اختار تحدي انتقاد بايدن فيما يتعلق بالحرب أو بالدولة الفلسطينية، موضحا أنه وفي حين يعتمد نتنياهو تقليديا على دعم الحزبين في الولايات المتحدة، فإن تحدياه الأخير للبيت الأبيض يهدد بتعريض المساعدات والتحالفات الحيوية للخطر. وختم بالقول: على الرغم من التحالف طويل الأمد بين البلدين، فإن مقامرة نتنياهو قد تكون لها عواقب بعيدة المدى على أمن إسرائيل وعلاقتها مع أهم حليف لها. وأخيرا في صحيفة التلغراف البريطانية مقال عن قيام واشنطن بتقليل المساعدات العسكرية لإسرائيل، وفيه: مع تصاعد التوترات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الأمريكي، يبدو أن شحنة الأسلحة والذخيرة من واشنطن لتل أبيب تتباطأ بعد أن كانت تصل بسرعة كبيرة في بداية الحرب. ويرى المقال أن التغيير في سياسة التسليح يأتي ردا على الخلاف المتصاعد بشأن تسليح من المساعدات إلى غزة وسط أسوأ حرب تضرب القطاع منذ عام 2007. ويختم المقال بالإشارة إلى أن إبطاء الدعم العسكري أو سحبه ينظر إليه على أنه وسيلة للولايات المتحدة لإجبار إسرائيل على السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة.